عبر الهاتف بينضم إلينا للمزيد من المتابعة الأستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي. أستاذ شريف أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ نادي، أهلا بك وكل مشاهدي. أستاذ شريف، يعني محطة جماعة الإخوان الإرهابية الحقيقة في الداخل المصري هي البعض يصفها بأنها يعني محطات دامية في قطار جماعة الإخوان الإرهابية، ماذا عسانا أن نسترجع معك أستاذ شريف؟ والله أنا أتوقف أمام أحداث الاتحادية في ديسمبر عام 2012 بشيء مهم جدا. أولا أنها تكشف عن مدى تحمل هذه الجماعة الفاشية للرأي الآخر، لمجرد أنها علمت أن القوى المعارضة تسعى في زحف إلى قصف الاتحادية أسرعت بكوادرها وبدأت في الاشتباك والعنف والاعتداء على المظاهرين المتظاهرين السلميين. وده بيقودنا إلى إشكالية خطيرة وأكبر، وهذه الجماعة وقنواتها المشبوهة التي تدعي دائما الحرية والسلمية لا ترغب على الإطلاق في السماع إلى الصوت الآخر. هذه الجماعة هي جماعة فاشية، بدليل أن يقال أن التنظيم الرئيسي أو التنظيم الخاص لهذه العمليات كان يعرف بتنظيم 95. وأنا على المستوى الشخصي شاهدت جزء من دف بهذه العمليات، وربما هذا ما أدى إلى استشهاد جزء كبير من المتظاهرين السلميين، ومنهم طبعا رحمه الله زميلنا العزيز الأستاذ الحسين الضيف الله يرحمه ويحسن إليه، وهو استشهد بطلق ناري. وهذا هو أسلوبهم في مسألة القنص. وأيضا حينما قرر المتظاهرون أن يقيموا بعض الخيام اعتدوا عليها واقتحموها وقتلوها وإلى آخره. يعني ليس يعني فكرة الرأي الواحد أو يعني ربما التأكيد على عنف جماعة الإخوان الإرهابية بالتصرفات فقط أستاذ شريف، يمكن كلنا طبعا فاكرين تصريحاتهم أثناء يعني فض اعتصام ربعة وأثناء العديد أيضا من المحطات الخاصة بهم، كلنا فاكرين الفيديو الشهير بتاع يعني الإرهاب يا مرسي يطلع من السجن يا الإرهاب، يعني حتى تصريحاتهم كانت هم عن عنف مبالغ فيه. لا انا او الفوضى، هذا هو السلوغان او الشعار الرئيسي، انا او الفوضى. بس في شيء يجب ان نتوقف امامه، هو ذلك التحول الكبير خاصه في الذين كانوا يزعمون انهم ضد هذه الجماعه، ومنهم بعض الهاربين خارج مصر ومنهم من يتحدثون في هذه القنوات. في هذا التوقيت على وجه التحديد وجهوا انتقادات كبيرة لمرسي ولجماعته لعدم السماح للمتظاهرين بالتعبير عن رأيهم، بل أن بعض الذين يتواجدون في هذه القنوات المشبوهة الآن قالوا في هذا الحين أن مرسي يداه ملطختين بالدماء من دماء المتظاهرين الأبرياء. هذا بيدعونا أيضا إلى زاوية أخرى، وهي زاوية التناقض. يعني هؤلاء الذين هاجموا هذا التصرف في هذا التوقيت اليوم هم يتقاضون أموالا من قنوات مشبوهة. نعم، هذه هي النقطة المهمة أستاذ شريف، لكي يقولون ليست عكس ذلك. نعم، هي الفكرة ليست في رأيي يعني يؤمن به أو تؤمن به هذه القنوات المعادية، ولكن الفكرة يعني ما الذي يريده من يمول هذه القنوات؟ نعم نعم نعم، يعني أنا هذا التحول الغريب بيبرز لنا صورة أكثر وضوحا، وهي التناقض لدى هذه الجماعة الآسمة. هذه الجماعة لديها أذرع تتحدث بلغات مختلفة. بمعنى إيه؟ أن زوايا الحديث تختلف من شخص إلى آخر، بمعنى أننا يمكن أن نسيطر على أكبر قدر من الرأي العام في حالة أن يكون هناك تعدد في الرأي. هم يتظاهرون أن ذلك حرية، ولكن هو الهدف مش حرية، هو الهدف أن يظهر دائما أن في جانب من الرأي العام هو يميل إليه، وبالتالي يوم ما يقرر أن يصحح من أخطائه في الكلام أو يعدل من رسالته الإعلامية أو من خطابه السياسي
لابد أن يكون هناك يعني فئة أساسية يعتمد عليها. نعم، على فكرة التناقض أيضا أستاذ شريف لو سمحت لي، يعني فكرة التناقض أيضا في المظاهرات، يعني من أين يعني خلينا نقول أنه جماعة الإخوان الإرهابية اندست إلى المتظاهرين في 25 من يناير واستطاعت السيطرة على هذه الثروة المجيدة، ثروة 25 يناير، وبعد ذلك انتقدت ما حدث في 30 يونيو وانتقدت أيضا يعني الاعتصامات في قصر الاتحادية. أيضا هنا بيكمن التناقض قد أستاذ شريف. دعينا أن نتفق أولا على أن مبدأ الثورة ليس من أدبيات الإخوان. يعني الثورة الإخوان لا يعترفون بشيء اسمه ثورة على عموم. يعني هنا يمكن أستاذ شريف طبعا يعني مع احترامي الكامل كلامك أزيد عليه أنه هو أصلا عهد جماعة الإخوان الإرهابية لا يستطيعون القيام بالثورة، ولكن دائما ما يقومون بالاندساس في وسط الثورات ويعني استغلالها. لا، الاندساس بين الناس ده مبدأ لدى الإخوان عموما يعني، إنما أنا بتكلم حضرتك في الفكر. فكرة الثورة ليست من أدبيات الإخوان عموما، ولو نظرتي إلى كل تصريحات القيادات والكوادر ما قبل يناير وبداياتها وحتى يوم 26 و27 صحيح، يعني احنا نعلم تماما حتى في يناير هم تحركوا يوم 28 عصرا لما وصلت التعليمات وأدركوا تماما أن الموضوع يمكن أن تكون هناك ركوب كبير للموجة. هذه الجماعة دائما ما يكون لديها استعداد للانقضاض، لأن مبدأ التسلق أو تسلق العمل السياسي هو مبدأ أصيل لدى جماعة الإخوان، وبالتالي هم يتسلقون ويغدرون. صحيح، بدليل أن الذين وقفوا أمامهم في أحداث الاتحادية على سبيل المثال كانوا قوة تحالف لهم قبل ذلك بشهور قليلة. يعني جبهة الإنقاذ كانت الإخوان عضوة فيها، يعني كان جماعة كعضوة موجودة فيه. ولكن ده بيظهر لنا عندما تصل هذه الجماعة إلى السلطة كيف تتحول إلى جماعة فاشية. أولا تغدر بكل من كانوا معها من حلفاء وتتعاون مع حلفاء جدد، وبالتالي هذه الجماعة ليس لها لا موثق ولا عهد ولا حد يقدر يحط إيده في إيديهم. لأن هم أول ما بيتفقوا على معادلة سياسية هم أول ما بينقضوا هذه المعادلة وبيتخلوا عنها، بل بيتهموا حلفائهم بالأمس بأنهم مجموعة من الخونة ويسعون ضد مصلحات الوطن. نعم صحيح. طيب أستاذ شريف دعني ربما أذهب معك إلى نقطة أخرى تتحدث عن عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية. السؤال الآن يعني كونك تفضلت بإذا صح القول ديكتاتورية جماعة الإخوان الإرهابية، ماذا عسانا أن نصف هذه الفترة؟ هل كان من الممكن أن يكون هناك رأي معارض لجماعة الإخوان الإرهابية؟ البعض يقول أنها كانت تتعامل يعني بالأسلحة بالدرجة الأولى وبالاعتقالات وأيضا بفرض الرأي والسيطرة. من يطرح نفسه على أنه مندوبا عن السماء لا يقبل بأي رأي معارض، لأنك حينما تعارض من هو موجود في الحكم فإنك ضمنيا تعارض من في السماء والعياذ بالله. يعني فهم كانوا يريدون دائما توصيل هذه المعلومة أن هذا هو كلام الله وأن هذا هو كلام الدين، وأن الخروج على هذه الجماعة هو خروج على الذات الإلهية وهو خروج على الدين. فدي المشكلة، الإشكالية الرئيسية. الإشكالية الرئيسية أن هو قال لك أنا مندوب السماء، وبالتالي يرفض فكرة أن يكون هناك أحدا معارضا له، وبالتالي سعت جماعات أخرى موالية له إلى تكفير كل من يقدم على هذا على هذا الأسلوب، رغم أن الإسلام أساسا هو شورى، الإسلام هو رأي، الإسلام هو رأي ورأي آخر، من قال أن الإسلام هو رأي طبعاً. واحد. وبالتالي هم يحاولون تصدير مبدأ أننا نحكم باسم السماء، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يعارضنا، وده اللي بيدل على مدى فاشية هذه الجماعة، وأنها جماعة لا تقبل الرأي، جماعة عنيفة في التعامل، إضافة إلى رد فعلها في استخدام القوة.
لو كانت هذه الجماعه مؤمنه بفكره الراي ما استخدمت القوه. صحيح. ولولا احداث الاتحاديه في ديسمبر عام 2012 ما كانت ثوره 30 يوليو المجيده، 30 يونيو المجيده. ليه؟ لان مثل هذه الاحداث التي تكررت مره اخرى في محاوله الاقتحام في يناير 2013 ثم بعدها بدأت الأعداد إلى التمرد وكيفية الخروج على هذه الجماعة الفاشية، وأننا أمام عصابة يحكمها شخص، هذا الشخص هو مندوب للاتحادية، عفوا مندوب لمكتب الإرشاد في الاتحادية. كل ذلك ساهم في تصاعد الغليان لدى الشعب المصري، وأيضا الشعب المصري هنا كانت له وقفة، ووقفة مهمة. صحيح. لأن لولا هذا العامل الأسود ما أدرك المصريون ماذا تعني هذه الجماعة، وكما أن هذه الجماعة هي جماعة فاشية. صحيح. يعني طبعا أنا بأكد على كلام حضرتك أستاذ شريف فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة تحديدا، أنه لولا حكم جماعة الإخوان الإرهابية لهذا العام لما يعني علم الشعب المصري بأجمعه يعني ما هي هذه الجماعة وما تقوم به من محاولة لفرض السيطرة أو الفوضى أو البلبلة في الداخل، يعني لربما تنفيذ بعض الأجندات الخارجية. السؤال الآن، هذا العام تحديدا كيف زاد فيه وعي الشعب المصري؟ كيف يمكن وصف ما قام به المصريون في 30 من يونيو أستاذ شريف؟ أولا استكمالا لما تحدثنا فيه، هذا العام سقطت فكرة أنك تتحدث باسم السماء. دي سقطت، لأن الناس جربت هذه الجماعة في الحكم. صحيح. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، هذه الجماعة لا تقبل الرأي الآخر. وهذه الجماعة غادرة، وهذه الجماعة متسلقة، ولديها استعداد أن تفعل أي شيء في سبيل الوصول إلى الحكم. نمرة الثلاثة وهو الأهم بقى يا أستاذة، أن هذه الجماعة تفتقد إلى الرؤية السياسية ورؤية إدارة البلاد. صحيح طبعا. بدليل هذه المشروعات الهزيلة التي طرحت، منها مشروع النهضة وكل هذا الكلام العبثي الذي قيل على مدى مدار عام كامل، وعدم رؤيتها الاقتصادية وعدم قدرتها على إدارة البلاد، ورفض جهات سيادية وجهات شعبية لحكم مثل هذه الجماعة. كل هذا الكلام أدى في الآخر أن هذه الجماعة هي مجرد شكل، وادعائهم بأن لديهم كوادر قادرة على الحكم ده كان ادعاء كاذب. عن أي حكم أستاذ شريف؟ يعني يمكن زيادة على كلام حضرتك، كلنا فاكرين المؤتمر اللي أذيع على الهواء في هذا العام اللي بيتعلق بسد النهضة. ده مثال طبعا، إنما المثال الأكبر، وأنا أعتقد أن هذه هي الجريمة الكبرى التي ارتكبتها هذه الجماعة، وأنها أيضا كانت سببا في مبدأ الثورة اللي هو ثورة 30 يونيو. الجريمة الكبرى هذه هو الدفع بأكبر كم من كوادرها في سبيل التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة. هذا الكلام فيه بعد خطأ استراتيجي لهذه الجماعة، أن هذه الخلايا كانت موجودة بصفة خلايا نائمة لسنوات طويلة. وفي حكم الإخوان وفي هذا العام الأسود اضطرت هذه الخلايا النائمة أن تتحول من نائمة إلى يقظة، وبالتالي تكشفت لدى الرأي العام. نعم. وفجأة المصريين لقوا ناس ما لهمش علاقة بالتخصص ولا لهم علاقة بأي شيء بيحتلوا مواقع قيادية ومراكز، ومنهم ناس وصلت إلى الوزارة وإلى نائب الوزير وإلى رؤساء الهيئات. دي كانت خطة كاملة للتمكين. وقتها فقط أدرك المصريون أننا أمام عصابة. صحيح. تريد أن تستولي على حكم مصر. يمكن ده أحسن حديث أنهي به هذه المداخلة أستاذ شريف عارف الكاتب الصحفي، كنت ضيفة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.